اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج ليالي الكويت وعلى شاشه تلفزيون دوله الكويت. رحب فيكم ومسي عليكم ومسي على زميلي عبد الله. مساء الخير. مساء الخير محمد، مسي بالخير على كل الساده المشاهدين وحلقه جديده من ليالي الكويت. دائما لما نطلع انا وياك محمد يعني الحلقه بتكون ان شاء الله مختلفه على الساده المشاهدين. دائما حلقات ليالي الكويت مختلفه ومتميزه. اليوم اخذنا جانب مهم يهم شريحه كبيره من الناس، يهم كل الناس بصراحه، خصوصا في التعامل مع هذه الحياه واكيد متغيرات هذه الحياه. لذلك نرجو كل يتابعنا في هذه الحلقة الجميلة. أكيد يعني اليوم الحلقة خصصناها لضيف بصراحة يعني شخصية من الشخصيات اللي نفتخر فيها ونعتز بالكويت، شخصية خفيفة على القلب والروح. يمكن محمد الناس كلها تحب تسمع يعني الخطاب الديني المعتدل اللي موجود عند شخصية اليوم اللي بعد شوي أكيد راح تعرفون منه. وأيضا نبي من خلال هاشتاج ليالي الكويت تشاركونا مثل ما عودناكم دائما، إذا واحد عنده أي سؤال شيخنا ولدكتورنا في حلقة اليوم إن شاء الله توجهونا على هاشتاغ ليالي الكويت في التويتر. أكيد، ودائما دولة الكويت تهتم، خصوصا حتى وزارة الإعلام منذ النشأة بصراحة دائما تهتم في الجانب الشرعي والجانب الديني، خصوصا حتى هذا الاهتمام له أكيد مرجع خاص في دستور دولة الكويت ثاني مادة. أكيد حرصت على أن الدولة دينها دين الإسلام، فلذلك مو غريب هذا الاهتمام، خصوصا إحنا في بلد الإنسانية، والإنسانية مستمدة أكيد من أمور الدين هذا. عسى الله يديم إن شاء الله ويديم علينا كل مشايخنا وعلماء الأمة الإسلامية إن شاء الله. أكيد، وهذا بعد ديدن برنامج ليالي الكويت اللي دائما يكون معاكم مع كل الشخصيات اللي موجودة داخل الكويت في كل المجالات المختلفة. فإحنا اليوم من خلال هذه الحلقة نحب تواصلكم يكون معنا دائما مثل ما عودتونا. حلقة إن شاء الله تكون مختلفة مثل ما وعدناكم، راح تشوفون منو ضيف حلقتنا اليوم في الانترو هذا. شوفوا معنا. شوف والله نقول شو الساعة المباركة اللي نورت استديو ليالي الكويت، خصوصا في هذا الضيف الكريم اللي أكرمنا بموافقته أن يكون معنا في لقاء استثنائي في ليالي الكويت، فضيلة الشيخ عثمان محمد الخميس. حياك الله في ليالي الكويت. الله يجزاك خير ويبارك فيك. حياك الله. أنا سعيد باللقاء بكم. منورنا اليوم دكتور، واليوم الحلقه يعني احنا قلنا حق المشاهدين راح تكون ان شاء الله مختلفه، مجالات يعني مختلفه راح نتكلم عنها، راح ندخل شوي في الجانب الاسري، بعد نتكلم عن حياه الشيخ. لكن خلينا نروح حق البدايات، ومنذ الصغر عرفنا انك كنت لاعب في نادي خيطان. نعم. وكله مغلوب شيخ، لكن كان بالقادسيه اول شيء. بالقادسيه؟ اول شيء بالقادسيه. قدساوي؟ لا والله عرباوي. القادسية. اي نعم، تحت 12. اي كنا بنادي القادسية تحت 12، وكان معنا يعني بعض اللاعبين المشهورين، عبد العزيز حسن ما شاء الله، اخوه خالد حسن، وعدنان ابو حمد، جمال ابو حمد، الشيخ احمد الفهد كان كولتشينا ما شاء الله، واخوه الشيخ طلال ايضا ما شاء الله كان ويانا، واخوي احمد، مجموعة يعني كان يدربنا أستاذ أبو خماس ما شاء الله. تحت ال 12 تحت 12 سنة. أي نعم. وبعدها انتقلنا في السكن في خيطان، فكان بعيد النادي علينا بحولي. طبعا احنا ليش رحنا القادسية؟ أبوي الله يرحمه قدساوي، احنا عرباوية، فقلنا بندش نادي العربي، قالت أبو القادسية ولا قاعد أبو البيت. ما شاء الله. فرحنا القادسية وبعد قمنا نشجع القادسية خلاص. بس على كل هالمسيرة بنادي القادسية يقول لا 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 تحت 12. تحت 12 اوكي. بعدين رحنا تعتبر خط من المسيرة او رحلة من المسيرة اللي قدمتها الرياضي. نعم نعم. بس كل احتياط شيخ قاطينك. لا بالقادسية تحت 12 ماكو احتياط، كلنا اساسيين. وبعدين بعد ما وصلت الى خيطان انتقلنا نادي خيطان تحت 16 اظن، وتحت 18 بعدين درجة أولى. اي حارس مرمى كنت بخيطان؟ بالقادسية كنت لا مدافع، لكن بخيطان حولت الى حارس مرمى. اي التحويل هذا باختيارك شيخ ولا هم لاحقوا بشيخ؟ لا باختياري. باختيارك ما شاء الله. بس احنا غلبناكم ترى. متى؟ الجهراوية غلبنا نادي خيطان. والله شوف يعني تغلبونا ونغلبكم، بس في واحدة صدق كانت قوية شوية تحت 16 غلبونا 6-0. 6-0. واحد من ربعنا قبل عينه جول قام يبكي، جول السادس قلنا خلاص بعدنا. وهم قبل عليكم يبكي. هذه رسالة لكل من يتابعنا في الكويت، أي مشاركة أو استفسار لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس يتواصل معنا على هاشتاج ليالي الكويت وننطلق في حلقتنا ان شاء الله. يعني بعد هذا الاتجاه الرياضي في بدايتك شيخ، نبي نتكلم متى صارت الاتجاه للالتزام والدعوه والدروس في هذا المجال؟
احنا من صغرنا يعني بيت لله الحمد محافظ الحمد لله، وابوي كان دائما يعني خلينا نجتمع لقراءة القرآن وكذا، والحمد لله محافظ على صلاة المسجد. لكن يعني لما صار سنة 83 بالضبط توقفت عن اللعب وسافرت للدراسة المملكة العربية القصيم. نعم، جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم، وبدأت يعني أهتم بطلب العلم يعني بشكل جدي. كان في قبلها قراءة حضور دروس كذا، لكن بشكل جدي من 83 عند الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، ورجعنا من هناك، وأيضا استمر الأمر في قضايا يعني طلب العلم الشرعي الحمد لله. عسى الله يثبتك إن شاء الله شيخنا. ثبت الجميع. هل هذا كان اختيار وقرار منك يعني السفر؟ الأهل عارضة وقالوا اقعد هني ولا؟ لا لا لا، بالعكس كان أهلي مرحبين جدا، وكان قرار يعني من أحسن قرارات حياتي يعني ما شاء الله الحمد لله، سعدت به والحمد لله ما زلت. نعم. شيخ، يعني الدراسة عند فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه المعروف بلطفة بلينة بشاشة وجهه، يعني شنو كانت المواقف وحضرتك كنت يعني تأخذ العلم منه تذكرها في هذه الفترة؟ طبعا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى درست عليه في الجامعة، كان يدرسنا في الجامعة، ودرست عليه في المسجد أيضا، يعني كان في المسجد أيضا له دروس مسجد في الجامعة. الشيخ طبعا كما تفضلت يعني لطيف، لكن الشيخ يبهرك بعلمه، مليء يعني مليء مليء بكل ما في الكلمة من معنى. يعني لما يتكلم في التفسير تقول هذا 24 ساعة تفسير، ما يقرأ إلا بالتفسير. لما يقرأ يتكلم في الفقه تقول إمام الفقه، لما يتكلم في اللغة العربية، لما يتكلم في الأصول، لما يتكلم في الحديث، لما يتكلم في العقيدة، يعني رحمه الله تبارك وتعالى فعلا كان آية يعني تعجب من العلم الذي عنده رحمه الله تبارك وتعالى. هذا سبب التحصيل من الصغر رحمه الله تعالى، وقضية طريقته في الدروس وكذا، وحبابته ولغته العربية الفصيحة، وحرصه الشيخ يعني يسمع الطلبة اللي مو منتبه ينبهه انتبه وكذا، وكان نادر ما يغيب عن الدرس. كل هذه الأشياء يعني كانت يعني من المحفزات أنك تستمر معه وتحصل أكبر قدر ممكن من العلم. يعني من الأشياء اللي فقدتها عقب ما تخرجت من الجامعة ورجعت للكويت هي دروس الشيخ رحمه الله تعالى. كان بيودي أني أرجع وأكملها، لكن ظروف ظروف الحياة، خاص وظيفة وزوجة وعيال، فكانت تصير زيارات يعني متقطعة. نعم. علاقة الطالب عثمان الخميس مع العلامة رحمة الله عليه ابن عثيمين كانت علاقة متميزة ولا كحال الطلبة؟ لا، لم تكن متميزة حيل، لكن طبعا يعرفني وأجي أسلم عليه، أجي أسأل أسئلة خاصة فيني أو ما يعني يوصيني بها بعض الأهل أو الأصدقاء في الكويت أسأل الشيخ رحمه الله تعالى. لا، لم تكن متميزة تماما، لكن كانت في علاقة طبعا. في علاقة. نعم. زين، ما بعد الانتهاء من الدراسة هل كان في تواصل؟ اي طبعا في تواصل. طبعاً كل 3 شهور 4 شهور اروح القصيم وسلم على الشيخ وكذا، لكن كان عندنا رحلة سنوية انا والدكتور محمد الطبطبائي كان زميلي الدراسة. نعم. فكانت عندنا رحلة سنوية لازم منها، كل سنة لازم نروح للشيخ رحمه الله تعالى. سواء عندنا لازم عندنا صلة طبعا، بس نروح نسلم على الشيخ ونقعد لنا يومين ثلاثة هناك ونرجع مرة ثانية. هذه سنوية، وتصير أحيانا زيارات طارئة كذي مع الأهل مع أصدقاء آخرين مع كذا، وعمدنا نروح نسلم على الشيخ رحمه الله تعالى. لا، مستمرة كانت العلاقة. ذكرنا أو ذكر زميلي عبد الله أن العلامة رحمه الله كان لين وكان سهل التعامل. اليوم قاعد نشوف فضيلة الشيخ عثمان الخميس، عثمان لا يجوز، لا يجوز، حازم في 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 آرائك الدينية أو هذا، كيف تقول أو ماذا ترد للناس اللي يقولون الشيخ عثمان الخميس عثمان لا يجوز؟ والله أنت سمعتها قريب هذه يعني منك الله يحفظك، وقبل كم يوم واحد قال لي عثمان حرام الكلام. ما أتصور إن الأمر كذي، لكن تصور واحد يسألك عن شيء يقول لك مثلا بتزوج أختي، شو بقول له؟ أقول له لا يجوز. واحد يقول لا بغش، أقول لا يجوز. يعني مو معقولة بقول لا يجوز يعني. خل أقول لك طرفة. تفضل.
أو أقول لكم كنا مرة في مجلس درس عندنا أسبوعي عند الدكتور الله يذكره بالخير بدر الطريجي. نعم. زين. وحنا بالدرس عقب ما خلص الدرس واحد سأل سؤال عوي، شنو حكم كذا؟ قلت له ما يجوز حرام. الثاني سأل سؤال ثاني نفس الشيء ما يجوز. ما يجوز. قلت له ما يجوز. واحد ثالث سأل سؤال والهم ما يجوز. واللي الدكتور بدر قال جماعة الحد يسأل ترى المود مو بالحيل. من باكر العصر أذكر اتصل علي دكتور بدر، شلونك ساك طيب كيف حالك شو أخبارك ساك طيب، قال في مسألة كذا، سألني سؤال جائز. قلت له يجوز، قال والله يجوز، قلت له والله يجوز، قال خليهم يدقون الحين. المزاج اوكي. المزاج زين. ما لها شغل، هو حسب السؤال يعني. نعم. اسالك عن حرام، تقول له حرام، اسالك عن حرام، تقول له حلال. مو يعني شيء مو بكيفنا يعني. يعني احنا مجرد وسطاء. انت ناقل. في توصيل. نعم اكيد بلا شك. توصيل العلم. في مسج واصلنا من لندن. أبسل الشيخ، أنا من سكان لندن ومسجدنا القبلة شوي غير عن القبلة اللي موجودة أو القبلة موجودة عن التليفون. فشو الحل؟ والله إذا كان شيئا يسيرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، خاصة تتكلم بلندن يعني مسافة بعيدة جدا، فأكيد يعني القبلة مو سنتر على الكعبة يعني، أكيد في انحراف يسير. فإذا كان الانحراف يسير ماشي، لكن لما تقول لي الشمال والجبلة غرب ولا الجبلة شرق ولا الجبلة جنوب موضوع ثاني. نعم. لكن تقول لي في انحراف يسير هذه يتسامح فيها يعني. نعم. التويتر ما شاء الله يعني في تفاعل كبير مع وجودك، ايضا في مطالبات لعودتك مدرب لفريق القادسية. مدرب. ويمكن يعني الجانب الرياضي ما دربته ما صلح التدريب، مو كل لاعب يصلح مدرب. نعم. ذكرت يعني مدرب قوالتشي. يمكن ذكرنا بالبداية شيخ يعني دراستك وايضا اتجاهك الى المملكة والدراسة مع على ايد العلامة بن عثيمين ورجوعك الى الكويت وانشغالك هذه الفترة. انا ودي اتكلم يعني الشاب في هذا العمر لما يعني يصل لمستوى من الدراسة، متى فكر الشيخ بان حان الوقت للزواج؟ هذه المرحلة المهمة لكل شاب، ومنها نوجه رسالة للشباب اليوم. لا تزوجت ثالثة جامعة ما شاء الله. يعني تزوجت وانا ادرس هناك، تزوجت كملت ثالثة ورابعة هناك مع زوجتي، بعدين رجعنا الكويت وتوظفت وكنت مدرس في التربية، وبدأنا عد اللي حصلناه هناك بدأنا نبثه، سوي دروس والحمد لله كان نشاط طيب جدا وفي قبول، الناس فيها خير، بس أهم شيء شلون توصل لها ولازم تفرغ لها. يعني العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فإذا ما أعطيته كلك ما يعطيك شيء. فبالعكس لما جينا من القصيم ودرسنا هني بالعكس كانت الأمور جدا جدا طيب، والحمد لله ما زالت الدروس. أي نعم. ما توقفت الحمد لله. الحمد لله. من تخرجت إلى اليوم الحمد لله الدروس قائمة ومستمرة لله الحمد لله. وأثر تكوين الأسرة في فترة من العمر تكون مبكرة إيش كثر تفرق بالنسبة حق الشخص؟ طبعا كل ما تزوج الشاب مبكرا كل ما كان أحسن يعني، بس الفترة الأخيرة الحين شوف تأخر تغير تماما الجو يعني. يعني الحين واحد عمرها 24 توه صغيرة. صحيح. قاعد تتزوج. صحيح. عمره 26 اصبر كون نفسك. صحيح. يلا بالثلاثين. ففي زمننا احنا 23 عودة 24 عودة يعني تأخر طافها القطار نوعا ما. الحين لا. الحين 27 تو الناس 29 30 معقول. لهالدرجة يعني. شاك شيخ يعني هذا تأخر طبيعي مع يتغير الزمان؟ لا ما هو طبيعي، ما هو طبيعي بس إنه غلط، هذا غلط يعني تتأخر الفتاة في الزواج إلى 30 والشاب إلى 32 أو أيضا 30 هم غلط. زين شيخ بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب هذا ذكور والإناث من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني الأصل بالعكس تزويج الصغار أنا أيده. زين شيخ البعض يقول عفوا المقاطعة أنه يقول هذا قسمه نصيب، أنا نصيبي سواء كنت رافض الزواج مكتوب لي أتزوج عمري 23 بتزوج 23 أو مكتوب لي أتزوج 44 هذا شيء مكتوب، يعني الإنسان ما له قدرة بهالشيء. بالمقابل شو يسوي؟ يسكت؟ طيب إذا مكتوب لأنه يشبع بيشبع لا يأكل، مكتوب لأنه يصير عنده فلوس لا يشتغل، خلاص ماني مشتغل. إذا مكتوب لي أصير غني بصير غني بدون ما أشتغل، في أحد يسويها؟ لا. طيب إيش معنى بالزواج يسويها؟ فهي القضية ما فيها صحيح الله كاتب سبحانه، لكن إحنا ما ندري شو اللي الله كاتبه. صح.
وبناء عليه احنا علينا ان نعمل وكل ميسر لما خلق له. امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتزوج، قال يا معشر من استطاع منكم فليتزوج، ما قال انطر لما يجيك نصيبك. يمكن البنت نعم البنت تنتظر حتى ياتيها نصيبها، لكن الذكر الابن لا، هو يتقدم، هو يتزوج، هو يعرض نفسه للزواج، ياتي يتقدم لفلانه بنت فلان وهكذا. نعم، مثل ما قاعد نشجع يمكن الناس في كلام حضرتك عن الزواج المبكر. اليوم في نسب قاعد نشوفها للطلاق للأسف منتشرة في مجتمعاتنا المختلفة، أرقام توصل من وزارة العدل يعني خيالية، ساعات يكاد الواحد ما يصدقها. حضرتك قريب من الناس ومن مشاكلهم وهمومهم، إيش رأيك بهذا الموضوع؟ هو طبعا الطلاق ما حد يختلف أن نسبته زايدة كذا، وأنا أتصور بس ما تزعلون، ها؟ لا لا، رجل هو سبب. انا عندي اهم اسباب الطلاق اللي هي عمل المراه. نعم، عمل المراه، عمل المراه، خروج المراه من البيت وعملها واستغنائها عن الرجل، وصار راس براس، والقضايا الماديه بين الرجل والمراه، حتى الرجل يعني صار يعني حاسب ما بيش تقعد بالبيت، ابي تشتغلين، نبي فلوس. الرجل يبي فلوس، المراه تبي فلوس، نبي نشتري بيت، نبي، مع ان احنا بدوله الحمد لله يعني مرهيه علينا، يعني تعطيك بيت إذا حبيت، بيت جاهز عطوك بيت جاهز، تبي قسيمة يعطونك قسيمة، تبي تشتري أنت أرض ويعطونك القرض، يعني مو لهالدرجة الأمور. وإذا سكنت أول ما تتزوج يعطونك بدل إيجار، يعني الأمور لا الحمد لله منا متيسرة هنا. لكن صارت نظرة الناس مادية، الرجل يحاسب زوجته على 10 دنانير والعشرين دينار، والمرأة كذلك. زين، المرأة قالت ما تحس أنها بحاجة للرجل، يعني طلق، يلا طلق، شو المشكلة، أنا عندي وظيفتي. يعني أذكر قبل يقولون الحريم الكبار خل المرأة تدرس وكذا وكذا، خلها تدرس ما مشكلة، زين تزوج، لا لما تحصل شهادة. ليش؟ لأن باكر تطلقت صارت أرملة، على الأقل عندها شهادتها، مو لا تشتغل بس عندها شهادتها، خير إن شاء الله حصلت شهادة، يلا لا إيش حقها دارسة، عندها شهادة ما تشتغل، لا خليها تشتغل. صح. فإذا اشتغلت طبعا يترتب على هذا مشاكل زوجية. نعم. جاية متأخرة، ما طبخت الغداء، ما رتبت، جاية تعبانة ما لها خلقه. نعم. مثل ما هو تعبان في الدوام، هي تعبانة في الدوام، صارت كالرجل. يعني في هذه الأمور للأسف. يعني بينما الإنسان لما يشعر أنه لا، هو المنفق، هو المسؤول عن بيته، المرة قاعدة في البيت تنطره مرتاحة، يجيب لها حوائجها كذا. لكن المشكله كلها يبون فلوس. صار زمن مادي شوي جدا، صارت حياه ماديه. بل حدثني احدهم، ما سمعته مباشره، نعم سمعت، حدثني احد الاشخاص نقلا عن مستشار اسري قاضي، نعم قاضي مستشار، يقول اكثر الطلاق اللي قاعد يجينا في القضايا الاسره 90% قضايا ماديه اسباب الطلاق. نعم، بين الزوجين. حلو، بس ما يمنع شيخنا ان اليوم نقول ان في اسر كان الزوج موظف والزوجة موظفة، لكن الحمد لله حياتهم ميسورة وعندهم أسرة. أكيد أكيد، لكن أنا أقول هذا أحد الأسباب. نعم، وسبب قوي جدا، لكن في أسباب أخرى، في سوء الاختيار، ما في تريث في الاختيار لا من الزوج ولا من الزوجة، ما في استخارة. استخارة هذه علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كانوا يعلمنا الاستخارة في كل شيء. إذا عزم أحدكم على الأمر يصلي ركعتين، لو يقول هذا الدعاء دعاء الاستخارة. قلت يعني الاستخاره، قل السؤال عن الرجل صالح غير صالح، بس ولد عمها اعطوه اياه. انا واحده كلمتني مره ان زوجوني ولد عمي طلع سكير، ما يصلي، محشش، يعني مدمن، مصيبه، مع انه ولد عم قريب ما يدرون عنه، ما سالوا عنه، نعرف ابوه، مالك شغل ابوه، انت مزوج ابوه، مزوج الولد. يعني شيخ بعد هذه بعد فيها مشكله، يعني اليوم الواحد اذا كان عنده بلاوي بعيد الشر، وانت مكرم وكل من يسمع ما حد يدري عنه، ممكن يكون في بلاوي بس ما حد يدري عنه، لا ابوه يدري عنه، اسال، ما في احد يدري عنه محيطه، ما في، لا شوف تقدر توصل، اذا تقدر توصل عنه بعمله، جيرانه، المسجد اللي يصلي فيه، خشاشي شغله خشاشي بعيد، هين هذا موضوع ثاني، هذا نوادر. نعم، النادر لا حكم له. واضح 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 الرسالة. إيه؟ لكن معي هذه الاتصال أو هذا الاتصال من دولة قطر الشقيقة، والدكتور معنا الشيخ نواف السالم خطيب وزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية. حياك الله معنا في ريال الكويت، نمسي عليك بالخير شيخنا، بما أنك تتلمذت على يد الدكتور عثمان الخميس المعلم الأب وكنت قريب منه ولازمته، شو اللي خلاك تتأثر في كل هذا التأثر؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياكم الله، حياك الله الكريم، مسي عليكم، مسي على شيخنا وحبيبنا الشيخ الدكتور عثمان الخميس. الله يحفظك. نعم، أنا سعيد جدا بهذه المداخلة. نعم، وأتشرف دائما وأبدا بمشاركة شيخنا. صوت واضح؟ حياك الله، واضح. نعم الشيخ نواف سالم، شو اللي خلاك تتأثر في الدكتور عثمان الخميس؟ نعم والله، يعني صفات شيخنا كثيرة، وأنا حقيقة أعلم أن الشيخ لا يحب أن يمدح أو أن يذكر شيء في شخص الكريم في حضرته، لكن نعم. هذا من باب الفائدة، من باب حتى تعم ويستفيد الجميع إن شاء الله، وأنا أولكم. نعم. يعني من مزايا الشيخ، أسأل الله يحفظ شيخنا بارك الله فيه، الأدب الجم، الأدب والسمع. أنا حقيقة يعني من الله سبحانه وتعالى علي بالجلوس بين يدين شيخنا الله يحفظه لسنوات بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى علي. فتعلمت منه حقيقة قبل العلم، تعلمت منه الأدب والسمت، ومع الأدب الجم والسمت تجد فيه سبحان الله يعني النفس الخفيفة والنفس المرحة، وهذا لا شك أنه ملاحظ الآن، جلست معه ما شاء الله قرابة النصف ساعة، والجميع لاحظ هذه النفس يعني الخفيفة اللي يعني يملأ المجلس والحضور بالسعادة والابتسامة، وهذا لا شك أنه سبحان الله من نعم الله تبارك وتعالى شيخنا الحبيب. كذلك حقيقة من السمات أو التي يعني يتميز فيها شيخنا حفظه الله، وهذه حقيقة يعني سمة لأهل العلم كافة، يعني في القديم والحديث، وهذا يعني ميثاق الله تبارك وتعالى الذي أخذه على أهل العلم، وهو البذل. يعني حقيقة شيخنا الشيخ عثمان الخميس يعني يعجب الإنسان ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجر حقيقة على بذله، يعني قلما يعتذر عن درس. وأنا أذكر حقيقة في يعني بداية الطلب مع شيخنا الله يحفظه، كان في الأسبوع يزيد على 20 درس ولا أبالغ، يعني درس الفجر ودرس العصر ودرس المغرب، هذا شبه يومي. نعم. وفي بعض الأحيان يكون هناك درس بعد العشاء، وقد تكون الدروس في مناطق متفرقة، يعني سواء في مسجد في مشرف كان، وهو كان تقريبا بمثابة الجامعة حقيقة، استفدنا فيها كثيرا، واستفاد كثير من الطلبة، والآن كثير منهم دكاترة في الشريعة وغيرها من يعني تبوأ المراكز العالية. كذلك دروس أيضا تكون في مناطق متفرقة في الكويت، يعني في صباح الناصر، في الجهرة، في سلوى وغيرها، فتقريبا في الأسبوع ما يزيد على 20 درس متواصلة إلى يومنا هذا فضل تبارك وتعالى. يعني بلغ علم شيخنا عسى الله يحفظه يعني في مشارق الأرض ومغاربها، يعني ما شاء الله، جعل الله له القبول، نحسبه كذلك ونزكي على الله تبارك وتعالى. اللهم آمين. ويقول الحديث ذو شجون، لكن هذا يعني ما أسعف به الوقت القصير. نعم. وأستسمح شيخنا على القصور والتقصير في حقه، وإن كان حقه كبير في القلب وعلى الرأس والعين. لا والله، جزاك الله ألف خير شيخ نواف السالم خطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذه المداخلة، يعني كلام جدا جميل سمعته شيخنا. نقول الله يجزاه خير. الله يجزاه خير. أبو محمد، عادي أقول أبو محمد. إي طبعا. إي حياك الله أبو محمد. في مقالة كتبتها بسنة 2011. زين. ودعت أمي. أبي. إيه. شنو قصة هالمقالة؟ إيه، هذا أبي الثاني قصاب الزمنان. نعم. سالم. رحمة الله عليه. رحمة الله تعالى. يعني كنت هو يعاملني ابنا له، وأنا أعامله أبا لي. كنت أروح له تقريبا إذا حصل كل يوم العصر أقعد وياه لحالنا سولف كذا، وأعرف البيت كله طبعا، الله يحفظ زوجتي وأبنائه وبناته كلهم أعرفهم، أنا يسموني عثمان الزمنان يعني. نعم. الله أكرم الله فيك. أي الله يحمي حالك. سلام. ف
يعني فقدته كثيرا رحمه الله تعالى. الله يجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم. اللهم آمين. وما زلت يعني على علاقة وطيدة جدا مع أبنائه يعني. نعم. نعم. أبو محمد ما شاء الله ذكر الشيخ نواف السالم الخطيب وأكيد في وزارة الأوقاف وأيضا الدروس اللي قاعد تقدمها في كافة محافظات دولة الكويت. نعم. اللي أشوفه الحين أنت ما عندك وقت تقعد مع أسرتك. ما عندي وقت. تقعد مع الأسرة. إيه. ما عندك وقت، أنا أحس أنه ما عندك وقت، إذا اليوم تقول لي أنا عندي وقت أقعد مع الأسرة أقول لك متى؟ إي صحيح. والله شوف يعني الحين لا، الحين خفت الدروس شوية، قبل كان يعني في بداية الطلب، بداية البذل خلينا نقول، لما زلنا نطلب يعني العلم. يعني كان مثل ما تفضل أبو محمد الشيخ نواف، يعني كان عندنا يعني درس يومي بعد الفجر، كل يوم بعد الفجر، كان عندنا الخميس الضحى ناخذ درسين أو ثلاثة. لأذان الظهر كان عندنا بعد المغرب تقريبا كل يوم درس يعني إذا حسبت دروس الفجر مع دروس المغرب يعني هذه 14 درس تقريبا مع درس الضحى الخميس أو درسين أحيانا الخميس فيعني حول 16 تقريبا درس أسبوعي كان وأحيانا تجي اللي هي دروس طارئة كذي يعني بعد العشاء مثلا في القادسية بالنزهة بصباح الناصر بالحمدي بالجهرة يعني حسب ما تصير بس هذه مو يومية يعني تصير مرة بالأسبوع بس باقي الوقت أكون في البيت طبعا يعني العصر أكون في البيت بعد العشاء أكون في البيت الحمد لله يعني أنا أسري لله الحمد والمنة لكن مو بيوتي لكن أسري الحمد لله وأسرتي قريب منها جدا وهي قريبة مني جدا لكن صحيح الدروس لازم تاخذ من الوقت هو انت عندك بعد شغلتين من غير اداء الدروس تحضير للدروس نعم ياخذ وقت اكبر اهم هذا يعني اي نعم ياخذ وقت الله يعطيك بس الحمد لله التحضير في البيت مكتبه في البيت يعني الحمد لله اي نعم الله يتمم عليك يا رب الله يحفظك خير ويحفظ الاسره الكريمه آمين يا رب آمين الله يحفظك وين بتودينا نعم احنا بنسال فضيله الشيخ الدكتور عثمان الخميس عن الاكتساح اللي مسويه حضرتك في السوشيال ميديا ولكن بعد هذا التقرير حياكم الله رجعنا نتواصل معكم مشاهدينا ومعنا فضيلة الشيخ عثمان الخميس حياك الله يا مرحبا أبو محمد يعني شفنا هذا التقرير اللي تكلم عن حب الناس لك اليوم مثل ما قال زميلي محمد مكتسح السوشيال ميديا بمجموعة من الحسابات فيها مجموعة من الملايين متابعين في دول العالم هذه وسائل التواصل الاجتماعي ايش كثر فيها مسؤولية خلنا نتكلم بالبداية عليك شيخنا وبعدها يعني نتكلم على الوضع الدائر عندنا في دول العالم والله هذه فعلا تحملك مسؤولية يعني أنك لازم تكون قد هذا الحب يعني الإنسان يسعد أن الناس تحبه شيء طيب لكن أيضا في المقابل يعني في مسؤولية وأنا أدري أن الناس تبالغ في هذا ولكن أسأل الله تبارك أن يكون كما قال بعض أهل العلم اللهم لا تؤاخذني بما يفعلون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون نعم حضرتك أنت رافض أنك تفتح الحسابات لك شخصيا يعني أنت تكون أنا والله تدير هذه الحسابات لا أنا ما أدير شيء أنا حتى تلفوني ما في تيك توك ولا شو يسمونه سناب شات سناب شات وبعد شنو تويتر حتى ما اعرفهم تويتر فيسبوك كلها ما عندي لكن جزاهم الله خير مجموعه من الشباب يعني جزاهم الله خير ذكور واناث حقيقه يعني هم اللي يقومون بتجهيز هذه الاشياء ونشر الفيديوهات تقطيعها وتوزيعها يعني انا والله ما اقوم شيء من هذا انا حتى انا ما عندي هالاشياء هذه ولدي عبد الرحمن الله يحفظه يعني مشرف على هذه الأشياء جزاه الله خير والشباب هم يقومون بهذا كله وشيء يعني يسعد الإنسان أنه يكون فيه اهتمام وكذا لكن أسأل الله أن نكون عند المسؤولية يعني على قدها يعني الله المستعان يعني. نعم أبو محمد أحس أنك أنت دائما مؤخر عن الإعلام ما تبي الإعلام الإعلام هو من جرى خلف فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس أما أنت لا ملتزم بدروسك هل هذه سياسة متخذها أبو محمد؟ أنا ما أدري إيش تقصد بالإعلام لكن خلنا نقول أنا عندي قاعدة الدنيا إذا تلحقها تنحاش إذا تنحاش تلحقك الله هذه قاعدة سبحان الله أنا ما أبحث عن الإعلام الحمد لله
ولا عمري طلعت وجهي ولا كذا، أن صوروني ودوني حطوا لي شيء كذي، الحمد لله. الآن ما أقول فرضت نفسي، لكن الله الحمد والمنة أجد فيه قبول زين، وسأل الله تبارك يجعلنا يعني على قد المسؤولية يعني. لكن الإعلام في حد ذاته مهم جدا حقيقة، لكن دون السعي إليه يعني. إن جاء حياه الله، وبالعكس إحنا ودنا نوصل للناس يعني. أنا البعض مثلا يقول مثلا التلفزيون مثلا، أو الإذاعة أو غيرها أو كذا. أنا أستغرب من قضية أن مرة واحد قال لي يعني تلفزيون يعني حتى التلفزيونات، قال كم تأخذ؟ قلت له أنتوا كم تأخذون؟ يعني أنتوا اللي قاعد توفرون لي منصة المكان، وتخلوني أتحدث مع الناس وأوصل لهم رسالتي عن طريق هذا الجهاز، زين؟ أنتوا كم تأخذون؟ أنا المفروض أدفع لكم، وأنتوا اللي تدفعون لي، لأن فعلاً أنتوا قاعد تعطوني يعني فرصة ومجال إني يعني أوصل للناس، أوصل رسالة في بالي للناس، وأسأل الله تبارك تكون يعني رسالة جيدة يعني. إن شاء الله يا رب. اليوم المؤثرين الموجودين في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن كثر، والمحتوى اللي موجود وصناع المحتوى هم ناس يعني كثار، في متابعين من الأطفال، من المراهقين، من كبار السن، شنو توصل لهم رسالة فضيلة الشيخ عثمان اليوم حق الناس اللي يجهدون أو جاهدين لصناعة محتوى ممكن مو عارفين شنو هي البداية، تكون غير يمكن الناس اللي موجودة حاليا في السوشيال ميديا؟ والله شوف يعني الذين يعني ينشرون في السوشيال ميديا، إما يكون يعني ينشرون الخير وما ينشرون الشر. صح. هذا الصراع بين الحق والباطل، هذه يعني قضية أبدية، صراع بين الحق والباطل. لكن خاصة اللي ينشرون الباطل أو كذا يعني هو حب الشهرة، وذاك بعض يقول حط لي لايك، حط لي كذا، حط لي حب الشهرة. دا أنا مرات أطالع اليوتيوب زين بداية البرنامج أو شيء يقول حط لي لايك. صح. لي لايك. قبل لا تشوف الفيديو. إي مثلاً زين، فحب الشهرة هذا يعني يقسم الظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشهرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحب الصيت، يحب هذا، يفرح لما الناس تعرفه تشير له بالبنان، مع أن العكس هو الصحيح. صح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. زين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ابتلينا بالشهرة يعني بين الناس، فكانوا يعتبرون بلاء الإنسان يشتهر وكذا. في ناس لا طلعوا إياها يعني أنا هني يعني تفاخر، أي يعني يبي يشتهر، يبي الناس تعرفه بغض النظر على حق على باطل، مصير مشهور يعني. نعم. حتى أن الإمام الذهبي يعني ذكر في ترجمة رجل أنه بال في ماء زمزم، فلما أمسكه قال ما قاتلت أدخل التاريخ. يبي الشهرة حق باطل، مو مهم أشتهر، فقال حبيت أدخل، فدخل التاريخ من أسوأ أبوابه. فمو على كل حال الشهرة زينة. أما بالنسبة لمن يجتهد في إيصال الخير للناس عن طريق هذه الوسائل، فأنا أضع يدي في يدي وأقول شد حيلك، عسى الله يوفقك، لكن كن حذرا. الشهرة لها يعني سلبيات وفتنة، الدنيا تفتن، زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة لعام الحرث. فالإنسان لابد يكون حذرا، لأن فعلا سلاح ذو حدين، سلاح جيد الشهرة أنك تقدر توصل رسالة، وسلاح سيء جدا أنك ممكن تفتن. أكيد. بهذه الشهرة. نعم. وهذه يعني هي تدش المكان، الناس تهلي فيك، ترحب فيك، حوشك العجب، لأنه تلتزم الاستغفار، ويا الله تغفر لي، يا الله تستر علي، يا الله. يقول حتى قال قائل: والله لو عرفوا قبيح سريرتي لا بس سلام علي من يلقاني. صحيح. يعني الإنسان لابد أن يتهم نفسه دائما بالتقصير، ويحاول يهذبها ويهديها شوي. نعم. كل الشهرة خطيرة جدا حقيقة، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: حب الدنيا رأس كل خطيئة. طبعا طبعا. نعم. هكذا. نعم. أبو محمد، يعني حتى بعد شفت لك في إحدى لقاءات لك الله يحفظك،
ان لما شفنا الناس التجمعات اللي حول فضيلة الشيخ عثمان الخميس في تركيا وقطر، كان لك رد تعليق تقول انا بالعكس ترى هذه بس عشان الدرس اللي موجود. صحيح. لكن انا بالمطار ما حد، حتى التاكسي تاخر علي ممكن او صحيح. اي صحيح. لا كلهم جايين يصورون مو عشان الدرس. اي لا واحد قال لي انك انت رايح بترتيب مرتب هذا الاستقبال. قلت لا والله ترتيب، قعدنا بالمطار ساعه ننطر التاكسي. لو ترتيب كان صار استقبال بالمطار. الصوره الدنيئه عند الناس اليوم قالوا ان الشيخ من اول ما طب تركيا تجمع للناس. لا مو صحيح، لا مو صحيح. اول ما طبينا تركيا مثل ما قلت لك قعدنا ساعه ننطر التاكسي وقال ضيعت وما ادري شلون وكذا، قاعدين واقفين حنا احد درى عني زين، يمكن واحد مر عرفني سلم علي بس قاعدين حال الناس. لكن لما صار اعلان هناك عن الدرس وافق وقتها ان اظن في الهند نعم متكلمين عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فاحبوا ان يعملوا شو اسمه يعني محاضره في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسووا اعلان لها وايضا سووها الظاهر مكان هاي سكاريا الظاهر فيها تجمع عرب وكذا. نعم. فصارت اللمة هذه. نعم. بس ما قلت يعني أكثر من يصورون. زين وقطر أيضا ما في، دشيت المطار عادي و... كذلك إيه إيه ما في شيء إيه أبدا. أنا اللي عجبني بقطر والبحرين وحتى بالكويت ترى يعني أنا أستانس لما الناس تجمع، أستانس من اليهال. إيه. لما أشوف اليهال هذول أبو 7 سنين 8 سنين يعني فعلا أشعر بسعادة يعني غامرة جدا. أشوف 6 سنين بالدرس أحيانا لما كان عندنا دورة في البحرين بالدرس اللي تحتي صغار كصاب 7 سنين 8 سنين معاه كتابة زي نفس الشيء. قطر لما أروح المحاضرة يا حال، حتى هني بالكويت عندي درس كل جمعة كذلك أشوف اللي الصف الأول فيه حال صغار كذا، هذا اللي يسعدني. هذول اللي أحبهم زين. هذه اللقطات هم قاعد نشوفها شيخ هم قاعد نشوف يعني إيه من الأطفال. ما تضايق من التصوير اللي يصير حتى لما تروح اليوم في معاملات مثلا حكومية أو غيرها من الأماكن المساجد لما الناس تحب تصور معك؟ إيه أنا ما أحب التصوير. إيه؟ لكن ما أقدر أرد أحد إذا قال لي بصور، قلت له تم. ما أقدر أقول له شيء. الله المستعان. نعم الله يحبب إن شاء الله يعني خلق فيك زيادة. آمين يحفظكم. دكتور عندنا إحنا مداخلة، نبي تشوف معانا هذا الفيديو. خلى هذه الشاشة. طبعا أغلبكم يمكن تأثر بالوالد من ناحية الفيديوهات أو المحاضرات أو الندوات، لكن أنا وعائلتي يمكن غالبا تأثرنا بالوالد لما نشوفه بشكل مباشر، تأثرنا بأفعاله، تأثرنا بتصرفاته، وتأثرنا بالأهم من هذا كله من الأخلاق، مكارم الأخلاق، علو الهمة، عدم الكسل، والموازنة بين العائلة والأمور اللي خارج العائلة. واللي يميز الوالد هو القبول عند الناس ومحبة الناس له. وأنا كثير من الناس لما يسمعون أن اسمي محمد عثمان الخميس على طول يحبوني من غير سبب، فهذا شيء أستانس عليه وافتخر فيه، وأقول الوالد الله يهنيك بمحبة الناس له. اللهم أمين. يعني من هو الأقرب أول شيء؟ عبد الرحمن وينه من خش؟ ما ادري عاد انتم ما ناديتوا، ما ادري انا والله ما ادري عنه. بس محمد العود ما شاء الله. محمد صفاته كلمني عنه. محمد الابن يعني محمد عصامي كون نفسه بنفسه، وجدي في حياته حيل وهذا شيء يعجبني فيه. ابوه جدي بعد لا أكثر مني. لا أكثر مني. الله يحفظ. زين. وحتى بصغره أمه تقول ما تعبني. أي. يعني كان هادي حيل. زين. وهادئ وخلص شغله بهدوء. والحمد لله شاطر يجا وأموره طيبة الحمد لله. عسى الله يوفقك. عبد الرحمن. عبد الرحمن. لاهي بالإعلام. عبد الرحمن عاطفي. عاطفي. عاطفي جدا. و اعتمادي في البيت 90% على عبد الرحمن. الله يحفظه. يعني هو اللي شايل البيت جزاه الله خير. يعني محملينه فوق طاقته جزاه الله خير. او ايضا عبد الرحمن عملي جدا. وفوق هذا يعني عبد الرحمن يعتمد عليه بحيث لما سافر او شيء كذا او كذا، يعني عبد الرحمن اعتمد عليه اكثر واحد.
الله يحفظ. محمد اعتمد بس محمد لانه مشغول كان كله بامريكا تو وياي. الله يحفظ. اي فما جربنا بعد. الله يحفظهم يا رب. خليك يمكن التحايا والسلامات اللي قاعد توصل لك اليوم شيخ وايد يسلم عليك مبارك العازمي. يقول لك تحبني اكثر ولا القرصان؟ والله قولها لا تحرجني. هذا الجواب اعرفه. طبعا القرصان اللي مو عارف اكله سعوديه. ايه الخبز الخفيف هذا. انت الرقاق. نعم. فضيلة الشيخ عثمان الخميس، احنا في فترة مميزة هالايام هذه، فترة انتخابات، وفي لبس صاير عند الناس حول راي ان ذكرته ان اللي اشترى صوتك ادفع كفارة ولا تصوت له، وكان اعطيت الناس فهمت انها اباحة ان الواحد ممكن يبيع صوته. ايه لا هو احسنت، هو كان جواب عن سؤال. نعم. وكان جاوب السؤال انه اعطاني فلوس وخذتها والحين انا ملزم اني اصوت له اني حلفت له. نعم. فقلت له كفر عن يمينك ولا تصوت له، وما يجوز تصوت له اصلا لان هذا قاعد يشتري ضميرك. لكن مو معناها ان اباحه اخذ هذه الاموال. نعم. ولما والناس اللي يسالون عن هذا اقول له رجع الفلوس. بعض يقول ما اقدر ارجعها، شلون ارجعها كذا؟ زين؟ اقول له استغفر ربك اللي خذيتها رشوه. زين؟ وهذا مال حرام. وكل جسد نبت على من سحت فالنار أولى به. يعني اللي قلناك قبل قليل النظرة المادية للدنيا، نبي فلوس نبي فلوس نبي فلوس، حتى إن أهمل كثير من الناس المبادئ والأخلاق والقيم، هذه كلها صارت ما أقول لا ينظر لها لكن نعم أهملت كثيرا. واضح واضح أبو محمد. لكن اليوم إن أي واحد باع يعني باع صوته أو أن هذاك اشترى منه الصوت يدفع كفارة وأموره طيبة؟ لا لا طبعا. أنا بوضح لصادر المشاهدين نقول بيع الصوت حرام، ما يجوز، خيانة، واللي اشترى صوتك هذا عمره راح يبيعك باكر ويبيع الديرة. نعم. لأنه رجل مادي، لأنه ما دفع الفلوس هذه إلا يبي يحصل كثرها أو أكثر. نعم. منها. ثانيا أنت قاعد تهين نفسك، قاعد تذل نفسك، شنو أبيع نفسي على 500 دينار؟ ترى سامح بالكلمه يعني ما تسوى عليك. قاعد مره بجواني يتكلم يطلع يقول كان شاريك، انا شاري صوتك، ترد عليه؟ ما يقدر يرد عليه شيء. نعم. فالانسان يحترم نفسه، يعني مو لهالدرجه انت رخيص يا ايها الانسان بحيث انك تبيع صوتك او تدل نفسك عشان 500 دينار. واللي قلته قبل قليل ترى كلام جميل جدا، اللي هو قضيه انه مكتوبه الارزاق. نعم. طيب إذا الله كاتب لك 500 بتاخذها بس بدون ما يبيع صوت الإنسان، وإنما يعني يمشي صح وراح تيجي الفلوس أبدا. وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقي. نعم. هذا من كبائر المشاكل الحين اللي احنا نعيشها وهي بيعة الصوت هذه. وموضوع الكفارة شيخنا إن 10 دنانير عشان الحلف، حلف اليمين، حلف اليمين لما حلف قال والله لأعطيك الصوت، يعني بعض بعد يعني بالغ في هذا، يعني حط يدك على المصحف صح، يعني او صور فيديو وانت حط يدك على المصحف وبعث لي اياه وغيرها من هذه الاساليب عشان 200 دينار 300 دينار، والله لو 10,000 دينار. هذا شرعا لا يجوز ومخالف القانون، مخالف القانون شرعا، مخالف المبادئ، مخالف المرجله، مخالف للانسانيه. زين. مخالف سواء كان رجل او حتى الحريم الحين قاموا يبيعون صوتهم مقابل جنطه ولا مقابل. سبحان ابو محمد، ابي منك رساله لكل ناخب اليوم قاعد يسمعنا او قاعد يتابعنا في الكويت. صوتهم يكون منه بالضبط اليوم؟ انا كناخب اسمع شعارات رنانه لما يوصل المجلس يبيعني ويبيع اصواتنا ويبيع كل شيء. لو تعطي رساله بس للناس لعله عسى ان يختارون الاصلح. انا اقول هذا الصوت امانه، يعني ويجب على الانسان يتقي الله تبارك وتعالى ويعطي صوته لمن يرى انه الاحق، انه الاصلح، القوي الامين. ما نبي امين ضعيف ولا نبي قوي خاون، وإنما نبي قوي أمين. يعني هذا هو الذي يعطى الصوت، يعني اتق الله تبارك وتعالى، لأن أنت لا تصير نظرة الإنسان لا تصير نظرته قاصرة أن ينظر لمصلحته أن بحصل لي 500 دينار ولا 600 دينار، أو لأن ولد عمي، أو لأن مصيني عليه، أو لأن أبوي قال لي، أو أن زوجي قال لي، أو أن جارنا، أو 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 أو, أو أن خدمني قبل هالمرة. أسباب كثيرة تافهة حقيقة كلها ما تجوز، لابد أن تعطي من تقتنع به أنه هو الأصلح.
حتى لو أمرني الوالد أبوي أبي حتى لو أمرك الوالد، لكن لما يأمرك الوالد لا تقول له لا، خاصة لو صار الأبو قافل زين، لا تقول له أبشر بالغرفة بروحك صوت صح صح صح. حط اللي تبي زين، بس وقول له أبشر وتعامر و من تبي من كذا خلاص أبشر بس أكيد. احنا في هذا الجزء الثاني الحين من الحلقة احنا نتكلم عن مواضيع تهم يمكن المشاهدين بشكل مباشر، لكن عندنا هذا الاتصال من السيد أحمد محمد الخميس الأخ الأكبر للشيخ، حياك الله معانا، نمسي عليك بالخير. يا هلا ومرحبا، الله يمسيك الخير والنور والسرور، حياكم الله. الله يحييك يا رب. حضرتك يعني أخو يعني كبير للدكتور، نبي نتكلم اليوم عن هذه الشخصية اللي موجودة معانا الدكتور عثمان الخميس. والله بما أن أنت يعني قدمتني على أن أنا الأخ الأكبر لمحمد، يعني أنا فعلا أكبر سنا، وهي سنة واحدة ترى بيننا مو وايد يعني، ولكن هو أكبر قدرا يعني، والله سبحانه وتعالى رفع قدره بالعلم اللي آتاه إياه. محمد يعني غير أنه أخ وصديق، يعني إحنا ربينا مع بعض طبعا، نفس المدرسة نفس النادي، اثنين بالقادسية كنا واثنين رحنا خيطان لعبنا وربعنا هم نفسهم، فعلاقتي مع أبو محمد أكبر من أنها علاقة أخ مع أخوه، هي علاقة صداقة يعني. وما أدري شنو ودكم تعرفون عنه، وهو مو راضي يقول أنا حاضر. فضيلة الشيخ عثمان، هل كان عصبي أيام صغير؟ يعني عطني صفات شوي خاصة، مواقف طريفة. أبداً 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 عثمان، يعني أهدى من الهدوء نفسه. من المواقف اللي كنا طبعاً نستذكرها، أنا نومي ثقيل وهو نومه خفيف يعني تمام، كنا ننام في غرفة واحدة أنا وياه، فنحط الساعة أنا حين كان عندي موعد وشي، أحط الساعة وهو ما عنده موعد، دق الساعة وأنا نايم وهو يقعد، عرفت. ما شاء الله ما شاء الله، يعني ذكرياتنا كثيرة مع أبو محمد، عسى الله سبحانه وتعالى يعني يثبته بس ويوفقه ويبارك له في عمره وفي صحته وفي علمه وفي أهله وأبنائه وأحفاده يا رب. اللهم آمين. شكرا لك على هذه المداخلة، يمكن اتصال خارج دولة الكويت. نشكرك أحمد محمد الخميس الأخ الأكبر للشيخ على هذه المداخلة. الله يحييكم وشكرا على يعني إتاحة الفرصة حق المداخلة، وتحياتي لكم وحق أبو محمد، حياك الله يحفظك. يقول مو عصبي نومه خفيف، يعني هذا قدرت أطلع منه. يقول ما ينام نومه خفيف. صحيح صحيح، كنت يعني حتى بالدراسة ويا بعض. شلون؟ بالدراسة والرياضة. إيه إيه. واثنينكم عرباوية تلعبون بالقادسية. إيه بعدين صرنا قدساوية غصب عننا خلاص. يعني أمر من فوق. عقال مو أمر من انتخابات. أمر بالأندية. نعم. تكلمنا شوي قبل شوي عن موضوع الانتخابات، خلنا نتكلم عن موضوع الامتحانات. يعني هذه الفترة يمكن حساسة للطلبة والطالبات، و بالسنوات الأخيرة للأسف سمعنا عن حالات غش يعني يشاركون فيها يمكن بعض أولياء الأمور، سماعات قاعدة تنزرع في أذن بعض الطلاب بمساعدة بعض المدرسين للأسف. هذه الحالة شلون يقراها الشيخ عثمان؟ يعني أنا أتصور أنها منظومة متكاملة، ما يصير تعالج جانب وتخلي الجوانب الأخرى، لازم تعالجها من جميع جوانبها. وهذه رسالة عن طريق موجهة لوزير التربية أسأل الله يحفظه. يعني في قضية الغش يعني التشديد على ثلاثة أمور. الأمر الأول المعلم، يعني في معلمين يتسامحون في هذا الأمر أو يساعدون في الموضوع أو يرشون للأسف في الغش. الأمر الثاني، وهؤلاء يجب متابعتهم ومراقبتهم. الأمر الثاني الطلاب، لا بد تكون هناك يعني عقوبات شديدة. يعني شو المانع الطالب اللي غش غرامة 1000 دينار، طرد سنة كان ما يدرس، يلا مثل الجامعات. في بعض الجامعات دكتور لا تعتقد أن هذه شدة يعني نوعا، هي شدة مقبولة في الجامعات. الحين لما الطالب يغش بالجامعة يفصل الفصل، لكن لما يكون غش براشيم وكذا يفصل سنة كاملة. خليه يفصل سنة، خليه قاعد ببيته سنة كاملة، خليه يتعلم قيمة الغش هذا اللي سواه شنو ترتب عليه. كذلك ممكن
مدراء المدارس، أنا يجوني مدرسين يسألوني، يقول لي مدير المدرسة يقول غشش الطلبة. نعم. زين؟ وأحيانا المدرس هذا يكون كويتي، أحيانا يكون غير كويتي. نعم. يعني الكويتي يخاف. أقول أنت كويتي بعد ليش خايف؟ شو بيسوي فيك مدير؟ لا تسمع كلامه. عنده تقييم سنوي، عنده طيب شنو التقييم السنوي؟ دش النار عشان تقييم سنوي. رجعنا للمقضية المادية. يعني هل تدخل النار عشان تقييم سنوي؟ مو لازم اخذ امتياز. معها روح اشتك عليه. الحمد لله الابواب مفتوحة، روح اشتك على مدير المدرسة. إذا كان يعني نزل تقييمك لسبب أنك ما أعطيت، ما سمحت أنه يغشون الطلبة مثلا. أحيانا بعض المدرسين فعلا يشتكون، يقول خاصة أجانب، يقول أعطى درجة كاملة، أرفع درجات دولي، غشش دولي بالامتحان، ولا أنا أفصلك أسفرك من البلد. أسفر يعني، وأنا أطلب من وزير التربية حقيقة عن طريقكم يعني حط خط ساخن حق هالشكاوى هذه، اللي يقول وين نروح نشتكي، حط خط ساخن وسري بحيث أنه لو يروح يشتكي ما يتعرض له يعني مدير المدرسة أو مساعد المدير أو المدرس الأول أو موجه، بغض النظر من اللي طلب منه أنه يغشش أو أنه يتسامح في الغش أو كذا أو كذا. يعني يبي له شدة، لازم تشد على الموضوع. هذا الطالب والمدرس وولي الأمر، طالب والمدرس ومدير المدرسة والوزارة، شق ولي الأمر للأسف في بعض الحالات. ولي الأمر، حسنت، ولي الأمر. نعم ولي الأمر أيضا يعني مثل ما تفضلت يعني يشتري السماعة حق ولده عشان يغش. زين ليش أبي ينجح؟ أنا يعجبني أحد الإخوة اللي تو تكلم عنه، الدكتور بدر الزيد طريجي. نعم. الله يحفظه. الله. يقول رحت له المدرسة قلت ما أبي يأخذ علامة كاملة، أبي يفهم، مو مهم عندي يعني يأخذ درجات كاملة، لكن أبي يطلع فاهم. وهذا الصح يعني، للأسف أولياء الأمور لما يقول أبي ولدي يأخذ أعلى الدرجات لو بالغش، أنا عندي رسالة زين ودي توصل حق الناس. يعني هذا الغش بعدين يتعود عليه، راح يغش بالثانوية، راح يغش بالجامعة، راح يغش في حياته كلها. زين وكثيرين الحين يجوني أنا نادمين، يقول كنت أغش والحين وظيفتي شلون شو أسوي، شهادتي غش. واحد تقاعد يقول أنت قاعد الحين معاشي تقاعدي حلال ولا حرام؟ ترى يمكن هذا من الأسباب اللي تم ساعة تكلمت عنه، موضوع الطلاق وكذا، أن الحياة غير مستقرة، أن الله ما يبارك بهالأموال، ما يبارك بهالمعاشات اللي قاعد يأخذونها، لأنه قاعد يتساهلون في موضوع الغش، يأخذ مال حرام ما عنده مشكلة، يعني شهادته غش، وظيفته غش، حياته كلها غش. شنو هالآدمي شو بينفعني أنا بالبلد؟ زين يعني واحد اللي مفكر فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. شوية قضية أن النار أولى به، يعني أنت الحين خدمت ولدك، ما حاجيك طبعا البعيد، هل خدم ولده لما يخليه يغش ويأخذ درجات عالية؟ هل خدمه؟ ضيعه. وأنا أتصور أن هذا الولد يعني بعد مدة إذا كبر سيدعو على والديه، إذا كان هم ساعدوا على الغش، إذا عقل وصار آدمي زين راح يدعو على والدين، تخربتوا حياتي، أفسدتوا حياتي، أنا صرت ما أمشي إلا بالغش بكل شيء. يعني ما أدري أذكر كانوا حطوا برومو أو شيء، شو تسمون أنتوا برومو اللي هذا بوديقتين كذي، برومو أذكر في تايلند أو شيء كذي، اللي عطى فلوس حق المدرس وغششه ونجحه وصار طبيب وعالج ولده ومات ولده تحديدا لأنه هو ماخذ شهادته بالغش، أذكر هذه. نعم. يعني فعلا ترى واقعية. البعض يقول شيخ مساعدة يعني واسطة تليفون خفيف ومشي الولد. كان عندي صديق ما قال اسمه طبعا يقعد يعني ساعتين ونص يكتب البرشامة قلم دقيق وصغير، قلت له كان حفظت ساعتين ونص أسهل، كان تقدر تحفظ المعلومة صح. غير الفلوس اللي يروحون يشترون فيها البراشيم وكذا، احنا ايامنا اشترى براشيم وكذا يشترون. فاقول له، انا اقول له انت الحين الفتره اللي قاعد تكتب البرشامه لو قاعد تحفظ كان حفظتها. يعني ايه انا لما كنت مدرس يعني كنت دائما اطلب من الطلبه اقول سوي اي شيء بس لا تغش،
غش، اسامحك بكل شيء بس ما اسامحك بالغش. يعني قول لي مو فاهم اشرح لك، بس مو بالامتحان ياخذني قبل الامتحان اشرح لك، بسليك البيت تيني البيت احضر معك بالمدرسه اللي تبي، بس لا تغش. يعني مو زين لك الغش سواء في المدرسه او حتى يصير منهج في الحياه. نعم. فلا بد الانسان يمتنع من هذه القضيه. الشيخ يعني الحين واحد زوغ شهاده حصل على وظيفه، غش مثلا في دراسته حصل اموال من بعد هذه الوظيفه، شنو الحكم على مثل هذا؟ اول شيء هذا مو موفق بحياته، تلقى مشاكل زوجيه مع زوجته لان مال حرام، هو ياكل حرام، زوجته تاكل حرام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يطيل السفر زين يرفع يديه الى السماء، يا رب يا رب مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، انه يستجاب له. وذاك يشتكي كثير من الناس يقول ما تستجاب دعوتنا. لا شك هذه المساله خطيره. انا والله بعضهم يعني ذاك يوم واحد يعني قال لي انا يعني شهادتي اللي خرجتها غش وتوظفت والحين تقاعدت، شنو حكم معاشي التقاعدي؟ قلت له ما لي شغل فيك. كله حرام. ما لي شغل فيك. روح اسال غيري، انا ما اقدر اجاوبك عن هالمساله هذه. انت كل حياتك كلها حرام والعياذ بالله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما حذر الناس قال يعني ياتي احدكم زين بقره تيعر او بقره تصيع او شاة تيعر او، وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول انقذني يا رسول الله قد ابلغتك. خلاص هؤلاء نقول لهم قد بلغناكم خلاص. يعني الموضوع الثاني ان موضوع الغش هذا ليس مرتبطا بالدراسة، سيبقى يعني في الحياة كلها. زين تصور هذا ايش بيعلم عياله؟ بيعلمهم على الغش. يعني اقول لكم ان شاء الله يعني واحد اعرفه يعني واخذ شهادته بالغش، يعني ما تبي تقول اسمه؟ لا لا طبعا. زين واخذ شهادته بالغش وصار دكتور. فياني طالب مره قال لي عندي امتحان وهذا ما اقدر احضر الدرس، عندي درس انا بالمسجد، قال سامحني ما اقدر احضر الدرس انا عندي امتحان. قلت له الله يوفقك، وين الامتحان؟ قال عند الدكتور فلان. قلت دكتور فلان؟ قلت له سهل هذا الدكتور فلان. قال شلون؟ قلت له هذا اوبن بوك. قال شلون؟ قلت له طلع الكتاب وانقل عادي ما يقول شيء. قال مصدقك؟ قلت له ايه صدقني. قال لا مو معقول. قلت له صدقني. افتح كتاب قال لك شيء؟ يقول الشيخ قال الشيخ عثمان يقول انت شهادتك غش. يعني الحين تحاسبني انت غش، كلك غش الدكتور انت غش. قال شلون؟ يعني تحاسبني؟ قال ما اقدر اقول لك كذي. قلت لك مشكلتك ومشكلتي. الله المستعان. ما مشكلة. فضيلة الدكتور عثمان الخميس، دائما يقال طبعا ان المشايخ يعني او تحديدا الشيخ عثمان الخميس بعيد عن هموم الناس. يعني اليوم لما الناس بعضها تشارك في حمله عن طريق السوشيال ميديا بانتقاد جهه معينه او جهه معينه، يقولون وين راي الدكتور عثمان الخميس في هذا الموضوع؟ ليش ما يشارك هموم المواطن؟ يعني انا افهم ان انت حتى لو لاحظت ملاحظه انت تشارك مع المواطن لكن بطريقه خاصه، ودي الناس تفهم هذه الطريقه. يعني الحمد لله يعني ابواب المسؤولين مفتوحه، يعني الكويت دوله صغيره. الحمد لله. واهل قريه كل عارفه خيه. يعني انا يوني ناس يقول والله عندي مشكله في الوزاره الفلانيه، او عندي مشكله في المكان الفلاني، بالجيش، بالشرطه، بالحرس، بالوزاره العدل، وزاره الاوقاف، وزاره التربيه، وزاره الصحه، اللي يكون. زين؟ اذا اعرف احد اروح اساله، ما اعرف احد اتصل، اطلب موعد مع الوزير. نعم. اطلب موعد مع الوكيل، اطلب موعد مع المدير. مثلا اذا اقدر اساعده يعني اروح اقعد معاه، السلام عليكم، هذا يقول مشكلته كيت وكيت، وانا ما اعرف ولد الحلال، بس يقول ايش بس شوف مشكلة، هل له حق ولا ما له حق؟ يعني انا يمكن رحت يمكن اكثر من 50 مره، 45 مره استجابوا. ما شاء الله. يعني ليش نسيء الظن فيهم انه ما يستجيبون، انه ما يقبلون؟ بالعكس الناس تستجيب، بس طق الباب صح. يعني المظاهرات او كتابة والمكان الفلاني واكثرها اتهامات، وبعضها زور وبعضها يعني غير دقيقة، وبعضها فيها غلو. نعم. في الطعن وكذا. يعني مو هذه الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة طق الباب صح وانصحه، قول له كيت كيت كيت، الحمد لله، والناس تستجيب ترى.
والناس فيها خير الحمد لله أكيد. والناس تحب تسمع منك شيخنا اليوم أكثر. نبي نتكلم شوي على موضوع الجيران وبعض الشباب اليوم اللي قاعدين يزعجون الجيران بسياراتهم بالأصوات المزعجة بالتقحص مثل ما احنا نقول يعني بالكويتي، وفيها يعني أذى اللي حتى يمكن والد الشباب أو يعني آباء الشباب هؤلاء يعني يحسون بالإحراج من فعل أبنائهم. شنو ممكن واحد يتعامل في مثل هذه الحالات في إيذاء الجيران؟ والله شوف عيالنا الأصل يعني إن شاء الله فيهم مرجل وفيهم خير زين، لكن شلون توصل له؟ يعني لما تيجي حق واحد وتقول له صل يا حبيبي كذا يا كلمة، غير لما تيجي تسبه وتلعنه وكذا وتطلب منه الشيء ما يتقبل. يعني أنا أدري إن في شباب بايعينها ما يردوا على أحد ما يحترمون أحد ما كذا، لكن مو هذول الغالب، أكيد هذول موجودين وبكل مجتمع لكن مو هذول الأكثرية. يعني أكثر الشباب لا، ناس طيبين فيهم خير. يعني هذه مرة بالسيارة يمي سيارة صوت موسيقى عالي حيل يعني وكذا، يعني يسمع اللي عنا 20 متر 30 متر، نزلت الجنب قلت له تخفف جزاك الله خير، قال آسف زين. صبياني قحصوا انت حاجيهم يا شباب عيب، روحوا بعيد ولا ما له داعي ولا كذا، والله يستجيبون صحيح. في الجملة أين. يطلع لك واحد عوي ممكن يقول لك مو شغلك انت شكو ممكن، بس ما الناس ما تبي تتحمل، ما تبي احد يقول لها مو شغلك تحمل كلمتين ثلاثة مشكلة يعني. لكن المناصحة فقدناها للأسف، مناصحة خاصة من الكبار. يعني المفروض الكبار يصير لهم دور هنا يناصحون الشباب ذولي، ترى بشكل عام يتقبلون يستحون، لكن احنا مقصرين. نعم ابو محمد، ما هو رأيك في الأمهات الذين يرمون أبنائهم عند الخدم ويطلعون طلعات برا البيت سوقة ما سوقة، حكم شنو؟ طبعا هذا غلط كبير جدا. يعني الابن لازم يتعلق والبنت لازم يتعلقون بأمهم وأبوهم، مو بس الأم، الأم والأب ما يتعلقون بالخادمة. وبعضهم فعلا مثل ما تفضلت يعني يحب الخادمة أكثر من أمه وأبوه، لأن الخادمة هي اللي مجابلته، خاصة صار تو بادي عقل بادي يفهم كذا. فلا يعني المرأة مكانها البيت زين، تبين تطلعين تبين تروحين مشوار بتزورين بتعشين بالكذا تسوقين ماكو مشكلة، لكن لا يصير هذا الغالب، لا الغالب في البيت. حتى الرجل يعني حتى الرجال للأسف الحين يعني في المقابل يعني هذول الحريم اللي تقول عنهم، أنا يتصلون علي حريم تقول زوجي ما أشوفه بالدوام، يرجع الساعة 3 إذا كان يداوم، يرجع الساعة 3 صلي العصر والجاخور ولا استراحة ولا الشاليه ولا البر ديوانية ولا الدوانية، ما يرجع إلا نص الليل. وش هالحياة هذه يا سواء من الرجل أو من المرأة للأسف يعني. فالمرأة لما تشوف زوجها كذي بتصير مثله، هم هي بتستانس بتعيش حياتها، خاصة أن في خلنا نقول جانب كبير من الإهمال من الزوج، فهي القضية متكاملة من الطرفين. فالنساء التي يعني يهملن بيوتهن وكذا على تربية الخدم مقصرات جدا، كذلك الرجل يعني هو يعني لازم في زوج يقول لها لا قعدي، انت لما تقول لها قعدي انت قاعد بعد ما يصير تقول لها قعدي وانت 24 ساعه برا يعني من الصوبين من يعني من الطرفين. ذكرنا العماله المنزليه وتاثيرها يمكن في تربيه الابناء، ايضا على النقيض اليوم قاعد نشوف في وسائل التواصل الاجتماعي مجموعه من الفيديوهات لناس يمكن قلوبهم شوي ما فيها رحمه على المستضعفين من العماله، من الناس اللي قاعده تي من بلدان صحيح. مختلفه علشان تساعدنا. شلون تقرا الوضع اللي داير عندنا في هذا المجال، وما هو الحكم من يعني تعذيب مثل هؤلاء؟ اول شيء الظلم ظلمات يوم القيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن قال واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. شيخ ابن تيميه يقول دعوه المظلوم مستجابه ولو كان كافرا، حتى ما له شغل مسلم وكافر، مظلوم يستجاب له. شوف عاد الظالم ايش يبي يلقى عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يعني يتق الله في هؤلاء الخدم، يعني هذا ما يو اللي محتاجين. يعني وش اللي خليها تترك الفلبين ولا الهند ولا أي ديرة
تخلي تتركها وتيجي تشتغل عندك، يعني تخلي زوجها مخلي عيالها، احنا مؤتمنين عليهم امانه عندنا، شو اللي يجبرها نتيك غير انها محتاجه؟ زين احنا ما مرينا بهالحاجه، مرينا بهالحاجه يعني يداننا وهذه كان فقاره. زين كانوا يروحون يشتغلون برا، يشتغلون بالهند ويشتغلون بغيرها. يعني حدثني احد الاخ ولد عمي الله يرحمه حدثني عن صديقه يقول ابوي اشتغل بالهند، زين صبي، يقول اشتغل صبي بالهند وهم يروحون يسافرون الهند تجاره وكذا وكذا، هو من ضمن العاملين. فهناك لما راح هناك جازت له الهند وقاعد يشتغل ببيت صبي بالهند. الكويتيين ترددون وكذا، وطلع النفط الكويت ذيك الفتره باخر الاربعينات كذا، فقالوا له ربعه قال تعال الكويت الحين فيها نفط وتغيرت الامور، الامور زانت وكذا وهذا كذي. وين رجع الكويت اوائل الخمسينات يمكن كذا، رجع الكويت ولا فعلا في خير وهذا، وشرى له عقار وشرى له مدري شنو واموره زانت. زين عقبها ما يصبر على الهند بس يروح كزائر الحين مو كخادم. قبل كان يروح خادم، الحين يروح زائر. زين ونفس اهل اللي كان يشتغلون يستقبلونه بالمطار ويزورهم بس يسكن برا ما يسكن عنده، عنده خير صار هو اغنى منهم الحين. عقب فتره عطوه ولدهم قال خليه يشتغل عندك بالكويت. سبحان الله سبحان الله. فصار ولدهم يشتغل عنده بالكويت، شغله بالبيت صب قهوه كذا، فصبي عنده في البيت. فيقول حق ولده هذا، يقول له هذا الكويتي يقول حق ولده قال يا ولدي لا تظلم، خاصه هذا الولد لا تظلم، دير بالك عليه، ترى انا كنت اشتغل عند اهله وظلموني. يقول ظلموني، شوف سلطني الله عليهم، صار ولدهم يشتغل عندي، لا تظلم الله يسلط الله عليك. حكيم اب حكيم. فحنا مرت فينا فتره فقر وضعف وكذا، والحمد لله مشت الامور، والله سبحانه ابدلنا خيرا سبحانه وتعالى الحمد لله. فلذلك يعني يجب علينا نشكر هذه النعمه حقيقه. وهؤلاء الخدم اللي خدمونا ترى ممكن بيوم وليله ماكو خدم، ماكو خدم، سكرت السفارات او ما عندنا فلوس، مثل لما صار بالغزو صلى الله يعيدها الايام ذيك ماكو، ما حد يقدر. حدثني احدهم يقول سمعت واحد بالخفجي يقول يا يترس بنزين، يقول حق اللي يصب له بنزين يقول املك 5 مليون بس بحسابي بالكويت ومحتاج 5 ريال عشان اترس بنزين. يعني هي ما بين غمضة عين والتفاتتها يغير الله من حالي. سبحانك سبحانك، فلا بد نتقي الله في هؤلاء الخدمة. سبحان الله. شيخ الواسطة اليوم مثلا أبي حكم اللي يتوسط واللي قبل بالواسطة وحط واحد مكان واحد ظلم، أن هذا قاعد نسمع أنه في واسطات وفي برشوت يطب، صحيح ما حكم هي الواسطة اللي هي الشفاعة لا بأس بها بس بالحلال، يعني أتوسط لك لحق أنت فاقده فاروح اتوسط يا جماعه اعطوه حقه. زين اتوسط لك حتى لا تظلم، زين هذا ما في شيء، لكن اتوسط لك تاخذ حق غيرك او اتوسط لك تاخذ ما ليس لك بحق ما يجوز، ما يجوز، لان اذا اعطيتك ما ليس لك حرمت غيرك. نعم. يعني وقعت في الظلم، يعني هي القضيه مو قضيه ان اعطيك وانتهى الامر، لا اذا اعطيتك حرمت غيرك واعطيت من هو احق. زين يعني ولدي محمد تويم طلع يسولف طلع احسن مني، يعني انا اقول له يعني الطلبه هو يدرس الحين، فاقول له الطلبه يعني واحد محتاج درجه درجتين كذا، قال لا يبا ولا درجه ولا درجتين، ياخذ حقه وبس، لان اذا اعطيته درجه ظلمت اللي جاب الدرجه بجهده واجتهاده. زين حتى ناس يجون يكلموني يكلم محمد خشوع عيالنا يدرسهم هو بالجامعة شيء، أقول لهم لا تكلمون محمد ولا دربه وكلامه صح، يعني يقول لي يبقى أنا إذا رفعت زين اللي كان ماخذ جيد جدا راح ياخذ امتياز وما يستحق الامتياز، زين في غير ماخذ امتياز راح ينافسه بوظيفته ما له حق، هذا جد واجتهد على أساس هذا أزيده وكلام معقول. نعم صحيح. فلذلك الواسطة يعني مشكلتها أنها تضر الآخرين،
ما تسوى علي ان اخذ شيء بالوسط هي ديدي علي ان الله ما يبارك لي بهالمال او لا يبارك لي بهالوظيفه، لان اخذتها انا بغير وجه حق، اخذت حقه هو دوره، انا جيت نقصت عليه حتى بالوظيفه، يعني انا دوري اصير مدير ليش هذا يجيني وياخذ المدير مكاني؟ انا دوري اصير وكيل ليش وكيل مساعد او شيء؟ الوكيل يمكن اختيارات فوق هذه غير نعم. تختلف ما لها شغل بالترتيب الوظيفي، لكن المناصب اللي هي العاديه رئيس قسم مراقب مدير كذا يعني ليش واحد ياخذ مكان ثاني؟ عط كل واحد حقه. أكيد واضح. لما نتكلم بعد عن موضوع الألعاب الإلكترونية اليوم، البلاي ستيشن، ألعاب الكمبيوتر وغيرها من هذه الملهيات اللي تلهي الشباب اليوم، شنو حكمها شيخ؟ الأصل في الألعاب الإباحة، هذا الأصل، الناس تبي تلعب تبي تستانس، الأصل الإباحة، لكن تدخل فيها يعني مؤثرات أخرى تجعلها حرام، مثل لو كانت تشغل عن الصلاة، لو كانت تشغل عن بر والدينه، لو كانت فيها شركيات وكفر وكذا، لو كان فيها معاصي، لو كان فيها قمار، وجل الألعاب الحين ما تخلو من هالأشياء. يا قمار يا فيها شركيات، واحد يقول لي ألعب لعبة بلاي ستيشن ما أعرف وما أنا بس لعبة كذي، يقول أنا الرب، وهذا يقول شو اسمه أنا الذي أفجر السماوات وأنا الذي، يعني شركيات كفر زين، والساحر وقمار بعضها فيها، وغير طبعا اللي تشغل غير اللي تفسد على الانسان حياته. مره شفت برنامج انه واحد صار يعني يطالع هذا الحوت القاتل مدري شلون، وقام ذبح في هال، قام يتأثرون يذبحون قام يذبحون كذا، وعاش برعب حياته، اندمرت حياته بسبب ان الحوت، وقال انتحر اقتل نفسك. صح. في العاب تقول يعني يسيطرون على عقله، روح اقتل نفسك، روح، يعني هذه العاب هذين العاب نقل مقصي وعنبر ولعب صيده مصيده والله العظيم العاب ليش حلوها قبل، فيها حركه وفيها نشاط وفيها كذا، صدق لكمات بس يعني نلعب نستانس، يعني حقيقه العاب تخرع هذه، غير الوحده وال 24 ساعه مجابلها والتركيز مخ يضرب. شفت طفل صغير يعني عمره 3 سنين مخه ضارب من الايباد، شكو هذه طالع الايباد، ايباد عنده 24 ساعه جاب له ضرب مخه من الايباد. مو الزمن تحول فضيله الشيخ، لازم كل شيء رقمي، كل شيء ذكي، كل شيء حتى يعني كل معاملاتك صارت رقميه، حتى الدروس يبونها لذلك حتى قل الحركه، وهذا للاسف يعني امتان انه ما عندنا امتان قبل الحين على العيال كلها امتان وعلى هالطاقه. والاشياء اللي يمكن تلهي الناس وتشغل مخهم ايضا موضوع للاسف المخدرات اللي يعني قام ينتشر باساليب وانواع واشكال جديده في المجتمع. انا لما اشوف تجيني بعض الرسائل بالصحن حاطين مخدرات بالحذاء، جلكم الله بال شو اسمه، طفل ميت شاحين يعني شو الافكار اللي عندهم اللي يحطون فيه عافيه عليهم صراحه هذول مات الجمارك اي رجال داخلي صراحه عافيه عليهم جزاهم الله الف خير اللي يصيدون هؤلاء، ويمكن في شيء يطوف نعم زين، بس بشكل عام ان شاء الله قاعد يصيدون يعني، لكن احنا نبي والله تشديد عقوبات حقيقه، يعني ان هناك تشديد عقوبات على هؤلاء الذين يدخلون هذا السم في البلد، يقتلون اولادنا يعني ينهون حياتهم ذكورا كانوا اناثا يعني بسبب هذه المخدرات. هذا غير الشباب تو يسولفون علينا اللي ذابح ابوه يقولوا مدري ايش وكذا، مصيبه يعني هذه المخدرات يعني يجب ان تكون العقوبات صارمه جدا وعاجله جدا. هذه دعوه ان شاء الله ندعو يعني وزاره الداخليه والقضاء وكذا ان يشددون في هذه المساله حقيقه، لا يتسالون فيها ان شاء الله. والله المستعان. اكيد قواهم الله رجال وزاره الداخليه وايضا رجال الجمارك حقيقه. معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ طلال الخالد ما قصر، وقاعد يقوم في اكتشاف حملات ويحارب هذه. والله انا هذه رساله ارسلها من قبلكم. نعم. هنا يعني نقول له بيض الله وجهك الشيخ طلال. نعم. صراحه نقول له بيض الله، الناس تشكر فيه. نعم. ونقول ان شاء الله استمر، عسى الله يحفظه ويسر امره. اي والله نعم. يعني الناس فرحانه فيه جدا،
أسأل الله يوفقه. أكيد الله يحفظه ما شاء الله، حامل لواء وسيف الحق على كل من يحاول أن يمس هذا البلد بضرر، سواء كان عن آفة المخدرات أو غيرها. الله يحفظك، وتحية لكل رجال الأمن. أبو محمد، نورت ليالي الكويت، نورت تلفزيون الكويت. الله يحفظك. نعتذر إذا سألنا سؤال ما يليق بمكانك. لا 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 أبد. سلم عمرك. ما شفت إلا الخير. الله يسلم عمرك. ولا سمعت إلا الخير. سلم عمرك أبو محمد. الله يحفظك. إذا في كلمة تحب تختم فيها اللقاء شيخنا. والله أول شيء أحب أشكركم. وأشكر القائمين على تلفزيون الكويت على هذه الدعوة. صلى الله تبارك يوفقكم ويسر أمركم على مثل هذه اللقاءات. ودعوة والله الآباء والأمهات يعني احرصوا على عيالكم. سواء المخدرات، الغش، الامتحانات، يعني التربية الصحيحة، الجلوس مع الأبناء، البقاء في البيت، يعني خفوا عن السوق الحريم، خفوا عن المزارع والشاليهات والجواخير، يعني خليك قريب من أهلك وانت خليك قريب من زوجتك. اليوم لا تتعلقون بالدنيا، أصير فلوس وفلوس وفلوس إن شاء الله. بسنا فلوس يا حسين. كافي. شكرا لك على وجودك. الله يحفظك. مشاهدينا، لختام هذه الحلقة نشوفكم باكر، تصبحون على خير. مع السلامة.